تهانينا أيضا لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. أيها الحفل الكريم، ما زلنا متواصلين بتواصل منافسات هذه الفترة الصباحية المخصصة لسن الإجذاع مع تحديات شوطنا المنطلق المخصص لفئات الإبكار الشوط 15 مع تحديات ومنافسات هذه الفترة الصباحية، ختام أشواطنا العامة، ومن بعد هذا الشوط تبدأ منافسات أشواط الإنتاج والمنتجين لنبدأ مع مسيرة هذا الشوط لنتابع التواجد والانطلاق مع بداية هذا الشوط، لنرى معكم تحديات البداية، تحديات المقدمة، إثارة مقدمة هذا الشوط، لنشاهد على المركز الأول تقدم مشاهدين الكرام شعار بن مسعود أم شرفة، تعود الملكية لسعيد بن سالم بن مسعود المري مقدما لنا شعاره مع تحديات البداية. المركز الثاني الوجود مشاهدينا الكرام من قبل ضحى عامر بن سنيج بن سنيجير الوهيبي من يقدم لنا شعار على المركز الثاني. المركز الثالث التقدم حفلنا الكريم من قبل الظبي عبد الله بن علي بن عبد الله العطيه مقدما لنا تحديات شعاره. النقله الى المركز الرابع لنتابع معكم هوايل محمد بن مبارك بن راشد المري مقدما لنا هوايل على المركز الرابع بشعار من جبران. لنتابع معكم النداء، لنتابع معكم نجود على المركز الخامس، التواجد من نجود لسالم بن محمد بن كحيز المري مقدما لنا شعاره. مقدم لنا نجود ليعلن الوجود لهذا الشعار والحضور والانطلاق مع منافسة الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى المتواجدة والمتنافسة في مسيرة شوطنا المنطلق. لنعود بحضراتكم إلى شعار بن مسعود، الحاضر مع المركز الأول، الحاضر مع البداية، الحاضر مع القيادة، الحاضر بحضور الأقوياء ليكون هو القائد لزمام هذا الشوط مع تحديات وانطلاقة مشرفة. مشرفة من تشرفنا بشعارها بقدومها وانطلاقتها مع البداية. تعود الملكية لسعيد بن سالم بن مسعود المري. المركز الثاني شعار العطية، لكنني أرى شعار العطية بدأ يتقدم نحو المركز الثاني ليقدم لنا شعاره مع تحديات الظبي عبد الله بن علي بن عبد الله العطية. وصل العطية ليقدم لجماهير هذا الشعار العطاء الكبير من الإنجازات، من الإنجازات التي ترافق هذا الشعار حضوره وانطلاقته مع المركز الثاني. المركز الثالث بن جبران، شعار البطل، شعار النجوم، بدأ يصدع بهذه اللحظات ليتسلل نحو المركز الثالث بقدوم حوايل محمد بن مبارك بن راشد المري. المركز الرابع وصل الرقم الصعب، وصلت مشاهدينا الكرام، تقدمت غارة، غارة ولا تامنون غارة، هذه غارة اللي شنت الغارة في ندائي الثاني. حمد بن محمد بن قريح المري بدأ ينطلق هذا الشعار ليتواجد بالمرور مع المركز الرابع نحو المركز الثالث، ليبدأ بسيره نحو الصدارة بتحديات شعار بن قريح. المركز الخامس التقدم من نجود على خامس المراكز، سالم بن محمد بن كحيز المري مقدم لنا هذا الشعار الذي عرف بتقديم الأسماء المنجزة، يبحث دائما عن تقديم الإنجاز ليطمئن جماهيره بأن حاضر، حاضر للمنافسة للتحديات والانطلاقات. الأسماء قادمة، الله يا السيل الجارف، سيل جارف من الإجداء، من الإجداء، سن المتعة، سن الامتاع، هذا السن وهذه الفئة العمرية دائما نلاحظ بها المتعة والمنافسة لأنه سن المنتصف ما بين الصغار والكبار، وتظهر دائما أسماء الكبار معنا بالمنافسة. المركز الخامس هذه فراعة، فراعة الواصلة القادمة لمحمد بن راشد الفهيدة المري مع المركز الخامس.
وخلف الخمس أرى شعار الزعبي وبالعرج وبنك حيز وكذلك الأسماء الكبيرة والزعبي وكذلك فيحان. ماذا أرى من الأسماء القادمة؟ أسماء قادمة لها ثقلها، لها تحدياتها، لها قوتها، لكنني أعود إلى مركز القوة، أعود إلى المركز الأول، إلى العطية. يقدم لنا تحديات البداية، يقدم لنا الظبي الفلا رمز العطاء، هذه الظبي اللي على البداية وعلى المركز الأول. تقدم لنا العروض المميزة بتحديات شعر عبد الله بن علي بن عبد الله، العطية على المركز الأول. المركز الثاني وتابع فراعة على ثاني المراكز، محمد بن راشد الفهيد المري مقدم لنا شعاره. المركز الثالث تواجد مشرف سعيد بسالفة مسعود المري. المركز الرابع التواجد مشاهدي الكرام من حوايل محمد بن مبارك بن راشد المري. والمركز الخامس وصول وتقدم مشاهدي الكرام من الجانب الايمن من تقدم هذا الشعار غارة، وكذلك القدوم لشعار الجربوعي بالعالم غادم على تحديات الذيبة، وصلت الذيبة مكشرة بأنيابها حاضرة بتحدياتها. عبد الله بصالح بالعرج المري، هذا الشعار خطف له نقطة في هذا اليوم، يبحث عن النقطة الثانية بهذه التحديات. لكن البداية المقدمة الصدارة، البداية مع العطية. الله يا الانطلاق الجميل، الإثارة والتحدي من قبل الظبي على المركز الأول، ومع الصدارة ومع المقدمة مع البداية والمقدمة. وتابع شعار عطية بن الديلة على المركز الثاني، يقدم لنا فراعة بن جبران بن جبران بن جبران. الله أمثال جبر الخواطر مع انطلاق الشعار بن جبران على المركز الأول. شوفوا رسم بدأت ترسم لنا ملامح هذا الشوط بتقدم علي جابر بفرج بن عايض العذبة المري مع المركز الثاني. لكن البداية المقدمة لفتة وحوايل، هوايل الانطلاق الحايل من قبل هذه الأسماء. هوايل على المركز الأول بن خيام العذبة على المركز الثاني مع رسم هوايل الذبه يا بالعرج على المركز الثالث. لكن بن جبران يقدم لنا هذا البطل، بطل هذا الميدان، هذا الشعار الكبير المثير بتحدياته. سطع هذا الشعار كنجم ساطع بنجومه الملحوظة التي ايضا تضع على هذا الشعار المعروف المألوف لدى الملاك والمضمرين. التاني والتبريكات لسالم بن جابر بن جبران المري على هذا الفوز المستحق، والتهنية على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت رسم لجابر بن فرج العذبة المري. المركز الثالث كان الوصول من قبل الذيبة عبد الله بن صالح العرج. المركز الرابع وصلت فرق لناصر بن عبد الهادي بن دلهم الهاجي. المركز الخامس وصلت الظبي لعبد الله بن علي العطية. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، تابعنا المنافسة التي حضرت في هذا الشوط. شاهدنا التحدي من قبل هوايل، من فازت معنا في هذا الشوط 9:36 هدع الجزء من الثانية. التالت تبريكات محمد بن مبارك بن راشد المري على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني كان وصول من قبل رسم، توقيت الزمن 9:36 ثانية و63 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات نزف والي جابر بن فرج بن عايض العذب المري. المركز الثالث الذيبة 9:37 43 جزء من الثانية. التالت التبريكات نزف لمالك الذيبة عبد الله بن صالح بن العرج المري.